الاقتصاد الإسلامي يقول إنك لك الحق في أن تحصل المال أي مقدار، لكن بشرط أن لا يكون من طرق حرام، لا يكون من غش، لا يكون من احتكار، لا يكون من مخمر، لا يكون من مقمر، وإلى آخر القائمة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الإسلام يقول إذا حصلت على هذا الاقتصاد فلك كل مالك، لكن على شرط أن لا يكون إلى جانبك حاجة ومحتاج وفقير. ولذا إذا تجدون أن هذه الجواعة في العالم، أين وجدوا ومن أي وقت وجدوا؟ من وقت أن المال قال لي والفقراء والمحتاجين إلى الجحيم. لذا في الآية الكريمة تجدون الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وإلى آخر الآية المباركة. ويقول رسول الإسلام ما آمن بمن بات شبعان وجاره جائع. هذا الحديث يريد أن يقول لا يكن في العالم فقراء لا يجدون قوتا، ومرضى لا يجدون دواء، ومحتاجين لا يجدون حاجتهم، وفي العالم رأس مال طاغ. هذا لا يكون. إذن فالاقتصاد الإسلامي له ميزتان. الميزة الأولى المال لك مهما اكتسبت، منابع الثروة العامة أو الخاصة، لكن شرطان. الشرط الأول أن لا تبغى وأن لا تفسد وأن لا تفسد. الشرط الثاني أن لا يكون إلى جانبك فقير. يجب أن ينظم المال تنظيما موجها ويوجهه الدولة حتى لا تبقى حاجة ولا محتاج.